بقى على سكايب اللي هينورنا من خلاله الأستاذ أيمن جلبرتو الناقد الرياضي، ونتناقش معاه كده حوالين أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع. يا أستاذ أيمن صباح الفل عليك، وأهلا بيك معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا كريم، يا رب يوم سعيد عليك كده. بس ايه موضوع الجو جميل ده؟ لا، الواحد في نزل نسمة شوية. النهاردة شوية، نسبيا في شوية هوا حلوين، يعني جو فاكك سيكا. يا مسهل. حلو حلو، ما احنا خلي بالك احنا اتشوينا الفترة اللي فاتت بما يكفي يا أيمن. الموضوع وبعدين كان، موضوع الموضوع تغير كان المناخ صعب. ده، الموضوع ابتدى يشكل خطورة ملموسة لدرجة إن كل الناس اللي كان مش في دماغها الموضوع ده لا ابتدوا يركزوا إن فعلا ده في حاجة اسمها تغير مناخ، وليه مليون مظهر شفناها الفترة الأخيرة. طبعا، لا لو كمان ده حتى في اوروبا الناس يعني الصيف بتاعهم بقى صعب جدا. احنا هنا متعودين ان احنا على طول بنقول دافئ شتاء ايوه وممتع صيفا، لكن الموضوع دلوقتي بقى صعب صيف دلوقتي بقى وشتاء، فربنا حارق يكرم. صيفا مثلج شتاء، ربنا يهون ربنا يهون. يا رب. قبل ما ادخل معاك في المانشيتات، ينفع يبقى ليفربول كسبان 9-0 واخوه محمد صلاح ما يجيبلوش 6 7 تجوال منهم؟ دي كانت غريبه جدا، ينفع حتى كده؟ يعني الموضوع كان صعب، خصوصا بقى طبعا انت عارف الناس بعيدا ان هم بيحبوا صلاح، لا كمان انت عارف الهوس بتاع الفانتازي، طبعا الناس كله بيلعب الفانتازي وكله قاعد عامل التشكيلات وكله كابتن صلاح، فطبعا ان صلاح ما يجيبش اهداف او يعمل اي اسيست الموضوع كان غريب، لان قوي قوي، يعني في بتتكلم ماتش فريقه 9-0 كسبان ده فيه يعني 9 اي حد معدي يجيب. بالظبط بالظبط، كده، 9-0 ده اي حد اللي معدي خلى يجيب. الموضوع غريب فعلا، عندك حق. طيب تعالى بقى ايمن بعد لكن اذنك ندخل بقى مع بعض واحده هو واحده كده. يمكن بقول يمكن هو حظ بس ما مشيش الماتش ده، لكن هو لسه يعني جايب برضو هدفين في بدايه الموسم، احنا في 4 ماتشات هو جايب هدفين وعمل 2 اسيست، فيعني لسه هي شويه. الحاجة اللي تغيظ بس يا أيمن إن في الماتش ده بصفة خاصة كان ممكن بقى يعمل فرق كبير بينه وبين أقرب المنافسين كهداف. أنا عارف إن البداية مبكرة إلى حد كبير على موضوع الهداف ده، بس يعني إيه كان يدخل كده في الفورمة. لا طبعا، خصوصا ان السنه دي ترتيب الهدافين في الدوري الانجليزي هيبقى فيه صراع شرس جدا، لان بدايه هالاند بدايه قويه جدا، بنتكلم جايب 6 اهداف في 4 مباريات منهم هاتريك اخر ماتش، كمان في هاري كين بدايته جيده طبعا جدا الموسم ده، متروفيتش داخل بقوه، في زها يعني في الموضوع هيبقى صعب، خصوصا في تحديدا في وجود هالاند وفي حاله هاري كين، فاكيد طبعا صلاح يعني هيبقى رقم قياسي اصلا ان هو يوصل ان هو يبقى هداف بريمير ليج كمان الموسم ده للمره الرابعه في تاريخه يعني في بريمير ليج، ولكن الموضوع فعلا صعب، وماتشات زي دي زي ما انت بتقول كده تدخله في المنافسه طبعا وتبعد كمان طبعا عنه، تخليني يعني زي ما نفتكر كده الموسم اللي فات لما في فتره صلاح مستوى مش مستوى تذبذب ولكن تهديفيا تراجع، لكن هو كان معاه ريكورد مخليه بعيد لدرجه ان سون لحقه في الاخر بالعافيه. صحيح صحيح فنتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه ليفربول الامور تبقى معاه افضل، وصلاح ان شاء الله يسجل ويعمل اسيستات ويحطم الارقام القياسيه كمعتاد يعني. يا مسهل الحال يا رب ان شاء الله. وان كان بس بيني وبينك 9-0 دي ما بتحصلش كتير، بس وان كان شباب يعني منتخب مصر امبارح برضو عملوها 9-0، ايه حكايه 9 دي؟ ما كناش بنسمع زمان الارقام دي. لا موجود بتحصل دلوقتي خلاص، كله بقى لما ايه لما يلاقي قدامه فريسه زي ما بنقول كده على في قد الكوره الايد على بيحاول قد الايد. كله بيحاول ان هو يعني يعمل ارقام قياسيه، لان خلي طبعا بالك هوس الارقام القياسيه الفتره السنين الاخيره دي بقى مهم جدا، لان صحيح كل رقم خلاص بقى بيتسجل، طبعا فيعني كل واحد بيحاول لما يخلص الكوره يكون عامل لوكشه ارقام حلوه كده يعني. طبعا طبعا جميل. تعالى بقى ندخل مع بعض واحدة واحدة في المواقع المختلفة والصحف المختلفة، وعايزين بعد إذنك نبتدي بيلا كورة. وشوف يلا كنا بينا. لسه بنتكلم في التفصيله دي، ترتيب الهدافين، كين يدخل الصراع مع هالاند بالدوري الانجليزي، كنا لسه بنقول الكلمتين دول. لا طبعا، لا هاري كين من الهدافين يعني حاليا اعتقد هو وصل بقى تاني هداف تاريخي للبريمير ليج خلف الان شيرر، قدامه لسه يعني شويه، لكن هاري كين واحد من الهدافين الكبار جدا في انجلترا، واسم كبير طبعا طبعا هينافس بقوه زي هو يعني، هو بقى له من ساعه ما ظهر هو دايما لازم هتلاقيه موجود في الصراع بتاع الهدافين ده،
ولكن المره دي عنده بقى منافس شرس. يعني الفتره اللي فاتت كان موجود صلاح، المره دي بقى دخلهم منافس يعني شرس جدا، واحد ايوه اللي هو يعني يعتبر افضل مهاجمين في العالم حاليا هو هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بيستغل الفرص بشكل قوي جدا، جايب هاتريك الماتش اللي فات. بنتكلم في مانشستر سيتي كان متاخر 2-0 وكسبوا 4-2 بفضل هاتريك هالاند، بيقدم مستويات طيبه، 6 اهداف في 4 مباريات في اول ظهور لي. يعني بنتكلم ده اول 4 مباريات ليه هو في البريمير ليج، جاب 6 اهداف واعتقد كان عامل اسيست. فلا هالاند يعني المنافسه معاها تكون شرسه مختلفه، فده الصراع بالنسبه لنا اكيد كمتابعين ممتع، طبعا واكيد هيكون حافز جديد بقى زي ما انت كنا بنتكلم في البدايه كده لمحمد صلاح، ان هو برده اكيد هيبقى عنده اهداف مختلفه، خصوصا طبعا ان السنه دي واضح ان ليفربول برده يعني ممكن ان هو السكواد بتاعه زي ما كلوب كده طلع قال محتاج لسه لاعب نص ملعب، فهنشوف هل هيقدروا في اليومين بتوع الميركاتو اللي في الاخر دول يجيبوا لعيب نص ملعب يسند الفرقه، لان ارسنال بادي بدايه كويسه. بنتكلم اهو في مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد بيحاول يرجع وخلاص بيتعاقد مع انتوني لاعب اياكس في صفقه برضه قياسيه. فلا الامور هتبقى في البريمير ليج السنه دي كالعاده ممتعه، وكل سيزون كده في البريمير ليج بيبقى اسخن من اللي قبله. يعني صحيح. وبعدين على رأيك مصلحة فكرة ان تعدد اسماء واعداد الهدافين، ما كله في الاخر بيصب في مصلحة المتابعين، يعني بتزداد متعة المشاهدة للدوري الانجليزي الحقيقة سنة بعد سنة. طبعا طبعا، لا لا الدوري الانجليزي حاجه جميله، وكل سنه زي ما انت بتقول كده بيبقى اسخن من اللي قبله، الموضوع بيبقى فيه ممتع جدا، ويعني هو دوري فيه كل حاجه، تقدر تتفرج على كل الماتشات اللي فيه، مش بس تختار مثلا طبعا ماتش او اتنين او منافس او اتنين تتفرج عليهم، لا بتتكلم انت ممكن تتفرج على ال9 ماتشات اللي بيتلعبوا في البريمير ليج وتستمتع. فلا دوري جميل جدا، ويعني نتمنى ان احنا نشوف صلاح بيحقق ارقام قياسيه، لان عنده فرص الموسم ده ان هو برضه يعمل ارقام تبقى صعبه جدا انها تتحقق، يعني تتكسر المواسم اللي جايه. يعني احنا كمصريين يا استاذ ايمن طول عمرنا من محبي الدوري الانجليزي، لكن اكيد الكام سنه اللي فاتوا بصفه خاصه وبشكل استثنائي نظرا لوجود اسماء مصريه ضمن اهم اسماء اللعيبه الموجودين ويعني في اطار الدوري الانجليزي، ده زود كمان من نسبه المشاهده طبعا للمصريين والعرب بشكل كبير جدا اكيد. طبعا، لا لا وجود صلاح يعني تحديدا كمان المستويات العالية، يعني نفتكر كلنا طبعا كنا يعني الواحد وهو صغير كان بيقعد ينزل القهوة يتفرج على ماتشات ميدو وقت ما كان في توتنهام، تابعنا عمرو زكي، شفنا محمد شوقي، كابتن حسام غالي، كل الناس دي ارتبطنا بيهم وهم موجودين في البريمير ليج. لكن الحالة اللي عاملها صلاح تحديدا، وهو يمكن صلاح كان ليه تصريح مهم جدا، هو فعلا ان الناس في مصر تحديدا شعبية مانشستر يونايتد مثلا كان كبيرة جدا ما بين الجماهير المصرية. الامر اختلف مع وجود صلاح، ان بقينا نشوف حتى الاطفال الصغيرين كله بيلبس تيشيرتات ليفربول طبعا وعليها اسم صلاح، فشعبية ليفربول بنتكلم في مصر في المنطقة العربية تضاعفت بسبب اللي بيقدمه محمد صلاح، لان زي ما قلنا في عدد كبير من اللعيبه المصريه لعبوا في بريمير ليج وعملوا يعني ارقام جيده وكان ليهم مشاركات طيبه، ولكن صلاح تحديدا هو حاله استثنائيه، واللي طبعا عمله في بريمير طبعا ليج ده حاجه يعني نتمنى ان يبقى في لعيبه مصريه تقدر تكرر النموذج ده، او مش شرط تكرره بالظبط، تحقق جزء من اللي حققه، ولكن الامر اعتقد صعب جدا، لكن نتمنى يعني. اكيد اكيد. بعدين بالصدفه لو انت بتتفرج على اي لقاء لليفربول او اي ماتش لليفربول بالصدفه في كافيه وشاشات كبيره وناس كتير قاعدين بيتفرجوا، هتلاقي المصريين بيشجعوا بحرقه وكاننا كلنا من مواليد انجلترا مثلا. بالظبط طبعا، بالظبط، لا لا وفي نهائي الشامبيونز ليج تحديدا لما تيجي تتفرج وتشوف الاطفال الصغيرين هما بيتفاعلوا مع ليفربول ولاعيبه طبعا ليفربول، طبعا يعني حتى الموضوع انتقل ان يعني في كاس الامم اللي نظمناها هنا كان في 2019 تلاقي الجماهير نفسها بتشجع ماني، تشجع طبعا كايت، يعني طبعا تشجع اللعيبه الافارقه اللي طبعا هم بيلعبوا في ليفربول في اليورو نفسه. انا فاكر ان انا كنت بتفرج على احد الماتشات في اليورو ولقيت العيال الصغيره برضو بتشجع لعيبه انجلترا اللي هم بيلعبوا في ليفربول، ف يعني الموضوع بقى فيه ارتباط كده صحيح. بليفربول بسبب محمد صلاح في الجيل الصاعد ده. يعني والحقيقه بعيدا كمان عن الماتشات الحلوه اللي بيقدموها في ليفربول، كل فتره والتانيه برضو تشوف فيديو معين او صوره معينه لتاتش لطيف عاملاه لعيبه ليفربول، يعني كان من اخرهم على الاطلاق
شفنا من خلاله محمد صلاح كان مع حد تاني من اللعيبه بيزوروا يعني مجموعه من المشجعين الدائمين القدام لليفربول وبيدوهم هدايا، فبتبقى حاجات لطيفه جدا ذات تاتش انساني كده مستحب. طبعا طبعا يا كريم، يمكن ودي من الحاجات الثقافه اللي هي محتاجين هنا ترجع تاني. يعني احنا هنا في مصر برضو كان في فترات كتير بنلاقي ونتكلم على لعيبه النادي الاهلي على طول بتلاقيهم موجودين في حملات معينه، لو في مستشفيات السرطان او اعمال خيريه موجودين وبيظهروا. لازم الحاجات المجتمعيه، لان لاعب الكره هي الفكره في لعيب الكره ان هو مش بس بيروح ساعتين يتمرن ويروح، لا، لعيب الكره ده هي حياه، هي وظيفه دلوقتي. فهم هناك في زي ما احنا بنشوف كده في اوروبا في الانديه الكبيره، وطبعا بيظهر لنا فيديوهات بتاعت ليفربول، اللعيب بيبقى عنده دور مجتمعي طبعا طبعا، زي ما هو بياخد ودور فاعل ومؤثر جدا في دايما طبعا الحقيقه. لازم يروحوا يلعبوا، هتلاقيهم بيلعبوا مع الاطفال في ايام معينه، في ايام بيروحوا يقدموا هدايا لكبار السن، هتلاقي في فتره بيستقبلوا اطفال من مدارس مختلفه بيعملوا اي، يعني لازم لعيب الكره لازم والانديه بيبقى ليها ادوار مجتمعيه عشان الناس بتاخدهم قدوه، فلازم صحيح هم النهارده يستقبلوا الناس ويتعاملوا معاهم ويدوهم هدايا ويتكلموا معاهم. فده لازم هنا في مصر يرجع تاني الموضوع ده، ونلاقي ان اللعيبه مش بس بتتمرن وتمشي، لا، النهارده اللعيبه موجوده في النادي بتاعها بتتمرن، بتذاكر المنافس، بتعمل تدريبات اضافيه ليها، وكمان يعملوا الدور المجتمعي بتاعهم ان هم يبقوا مشاركين في الاحداث او مشاركين في ايفنتات خيريه، ايفنتات صحيح تتعلق بالاطفال، لان هم في الاخر قدوه، الناس طبعا بترتبط طبعا بلعبة الكوره وبترتبط بانديه الكوره، فده لازم ينعكس على المجتمع بشكل ايجابي. صحيح، 1000000% معاك. طيب نروح بقى للعين الاخباريه وعنوانها هداف الدوري الاسباني بين قوسين العجوز ليفاندوفسكي يقتنص الصداره بالثنائيه. بقى ليفاندوفسكي يتقال عليه عجوز برضو يا عالم، امال احنا ينفع كده يا طلعنا استاذ ايمن؟ لا يا يعني اخي لعيب استثنائي بكل ما تحمله كلمه استثنائي من معنى. طبعا، لا لا لا، هداف جميل جدا، طبعا ويعني امبارح حتى الجونين اللي جابهم فيهم جون كده عملوا بالكعب بطريقه غريبه جدا، اللي هو يعني تحس ان هو بالنسبه له الموضوع سهل، يعني اه الواحد طبعا ببساطة واحد طبعا هو بيتفرج على الكوره تحس ايه ده، ايه الصعوبه دي، لكن لما تشوفها في رجله لا، ده الموضوع سهل. حتى الجون الاول تلاقيه كانه بيطير كده على الكوره خلف المدافعين. لا، ليفاندوفسكي بالتاكيد ابرز مكاسب الدوري الاسباني في الموسم ده، وبالاضافه طبعا لبرشلونه، لان بعد رحيل بنتكلم ميسي قبليه رونالدو، الموضوع كان في الدوري الاسباني صعب، فاعتقد وجود حاليا ليفاندوفسكي بس مهم جدا الجول اللي للدوري جابه الاسباني. شبه جول سواريز اللي جابه قبل كده برضو مع برشلونة لو تفتكر. سواريز برضو كان مهاجم خطير اه ومهاجم يعني بيعمل حاجات برضو، سواء كان في انجلترا مع ليفربول او في برشلونه، لكن نتكلم زي ما انت بتقول ليفاندوفسكي راجل دلوقتي يعني كان 33 سنه او حاجه زي كده، وعمل كل حاجه في بايرن ميونخ وخد احسن لاعب في العالم مرتين. فانت فظيع في ناس بتحس ان ممكن لعيبه زي دي لما بتروح، لا لا، يعني تخيل لما هو بيروح وفي بدايته بيجيب اهداف زي دي، فلا بتعمل طبعا ضجه وبتعمل حاله طبعا كويسه، وبرشلونه اصلا كان محتاج حاجه زي كده، خصوصا بقى كمان ان كريم بنزيما يمكن رد عليه على طول بالليل بثنائيه برضه في مباراه اسبانيول، فهنشوف برضه صراع جميل، ودي حاجه كويسه ان يبقى فيه بنزيما وليفاندوفسكي، هتبقى برضه صراع جميل وممتع في الدوري الاسباني. وممكن خلي بالك وجود ليفاندوفسكي وتالقه وعوده برشلونه مع تشافي في وجود ريال مدريد وان هو ماشي برضه بشكل جيد في الليجا، تعيد مره اخرى فكره ان الناس تتابع الليجا بشكل اكبر وبشغف اكبر. الشغف اللي فقدته الليجا برحيل كريستيانو رونالدو اولا، لكن كان موجود ميسي، ثم بعد رحيل ميسي تحس ان الليجا اتطفت. فدلوقتي لا، يعني الموسم اللي فات كريم بنزيما كان عامل حاله مخلي الناس كلها تتابع ريال مدريد وتتابع الليجا، لما جه تشافي مدرب لبرشلونه رجع الناس برضو، والناس اللي بتحب تشافي وفتره تشافي ان هي طبعا ترجع تتابع تاني. فلا دلوقتي برشلونه كمان بيقدم كوره جميله جدا واستعاد بريقه، فاعتقد الليجا كمان السنه دي هيكون ليها حظ حلو، والناس هترجع تاني تتابع الليجا بشغف وبحب، وهنستمتع ان شاء الله. بإذن الله. نروح بقى معاك للرياضية وعنوانها بيقول موناكو يوقف انتصارات باريس سان جيرمان. اعتقد يعني طبيعي ان اكيد باريس سان جيرمان يعني هياخد الدوري في الاخر، ولكن لازم في النص كده يقع، يعني ده طبيعي. يمكن ابرز مشهدين كانوا خارج النتيجه، بنتكلم امبارح يمكن شفنا كلنا صوره امبابي ونيمار اعتقد،
وكان يعني ناس بتتكلم ان العلاقات رجعت تاني بشكل كويس ما بين الاثنين بعد فتره كده كان في مشاكل فكرك وبيتكلموا على فوط اللبس. تعتقد انها رجعت فعلا يعني، هي لازم ترجع ولا كان لازم يرجعوها، ولو يعني ولو حتى بشكل تمثيلي عشان ده ما يأثرش بالسلب على الفريق؟ لأن كمان يعني. كل ردة فعل وكل تعبير وجه الكاميرات بقت بتركز مع الاتنين جدا في أي لقاء بيجمعهم. طبعا بتتكلم في مليارات بتجري في الملعب، طبعا والاثنين طبعا اكيد كل واحد في العقد بتاعه يعني. باريس عامل حاله خاصه كده في موضوع العقود ده، ودايما في مشاكل لان اكيد كل واحد فيهم عنده في العقد بتاعه مميزات ويعني اه بس باصص للتاني هي طبعا. على ذكر العقود يا استاذ ايمن برضو، يعني انا يعني لو انا غلطان في اللي هقوله ارجوك صحح لي المعلومه، بس على حد علمي او على حسب ما اتقال ان مبابي عنده تفصيله معينه في العقد بتاعه بموجبها يقدر يقول هو عايز مين يكمل ومين يقعد ومين يمشي وحاجات زي كده، ويقال ان هو استغل النقطه دي واتكلم فعلا مع المسؤولين في الاداره على فكره ان مفيش داعي قوي لوجود نيمار. والله انا ما اعرف يعني، وارد هو لان كلام سوشيال ميديا، خلي بالك ده مش وارد، انا كلام صراحه ما عرفتش سوشيال ميديا في بس الاخر. وارد جدا يكون موجود حاجه زي كده في العقد، بس ممكن ما تبقاش بالشكل ده، بس يبقى مدينه. لان عقد مبابي، تجديد مبابي كان عقد، بنتكلم في حاجه كبيره جدا، طبعا بنتكلم كان طبعا تدخلات كبيره يعني حتى سياسيا عشان خاطر مبابي يبقى في باريس سان جيرمان. فاكيد العقد بتاعه هتلاقي يعني في يوم من الايام اكيد هيتسرب التفاصيل بتاعته بشكل او باخر، فهنلاقي حاجات غريبه كده في العقد ده. ولكن زي ما انت قلت، على الاقل ظاهريا لازم يبان للناس والاعلام عشان الفريق نفسه يعيش في حاله هدوء وبعيدا عن المشاكل. والمشهد الثاني زي ما بقول لك، لقطه ميسي لما تبدل في الدقيقه 87 وهو قاعد مذهول على الدكه والفريق متعادل. فطبعا الدكه بالنسبه لميسي ورونالدو الفتره الاخيره الموضوع هنشوف مشاهد زي دي كتير، زي ما رونالدو ما بيبدأش مباريات، ميسي دلوقتي بقى بيخرج من الملعب بشكل عادي يعني المدرب ممكن يغير ميسي. فاللقطات دي برضه هتبقى يعني حديث الصحافة الفترة اللي جاية يعني. أكيد هو ميسي يتغير برضه بسهولة. طيب تعالى بقى نروح بقى لتفصيلة يعني غريبة جدا، موقع كورة بيتكلم فيها عن ماتياس يفتح النار على شقيقه بوجبا وبيقول له، بيقول عليه يعني أنت خائن ومنافق ومتورط في السحر، إن فتح ماتياس بوجبا النار على شقيقه النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس واتهمه بالخيانة وبالنفاق، وكتب الكلام ده على موقعه على حسابه على الإنستجرام ونزل معاه يعني مقطع فيديو بيشرح فيه وبالتفصيل هو بناء على ايه بيتهم اخوه بالاتهامات دي، وفي نفس الوقت كان الرد اللي جه ان اخوه تقدم ببلاغ الى الشرطه عشان بيقول ان اخوه يعني شقيقه بيساومه وبيبتزه وعايز منه 13 مليون يورو، ايه القصه دي؟ واضح ان في هنشوف يعني حاجه الفتره اللي جايه يعني في الموضوع ده هتبقى مثيره جدا، والناس يعني هتتابعها. وانت أكيد عارف برضو الصحافه عموما في اي مكان بتحب تجري ورا الحاجات اللي زي كده. لا، لكن وده واضح ان موضوع شيق وحرش من غير حاجة يعني، الموضوع ليه علاقه يعني، واضح ان في فلوس زي ما انت يعني ايا كان بقى مين في بيبتز مين، ابتزاز. واضح ان الموضوع يعني واضح ان هم مختلفين على مبلغ حلو كده. لان غريبه يعني فجاه كده شقيق بوجبا يظهر ويتكلم ان هو طبعا هيتكلم عن اخوه وهيتكلم عن امبابيه وهيتكلم عن رايولا وكيله يعني، وهيفضح ومعاه مستندات. طب انت لو في حاجه وعلى فكره الجزء ده من كلامه المتعلق بمبابي هو ده اللي كان متعلق بمساله السحر، وبيقول ان انا يعني هعرف الناس كلها ان انت بتلجأ للسحر ازاي وحاجات، فقصه عجيبه قوي يعني يا استاذ ايمن. قصة عجيبة، وحتى توقيتها احنا يعني توقيتها غريب. لكن زي ما بنقول كده هتلاقي اكيد يعني اكيد الموضوع ده يبقى وراه ان هم مختلفين على حاجة تتعلق ماديات بفلوس او عقود معينة. لان يعني اشمعنى دلوقتي يعني، هل افتكرت دلوقتي ان اخوك بيعمل سحر بيعمل حاجة ان هو شخص مش كويس؟ طب كنت فين كل الفترة دي؟ صحيح واضح ان هو دلوقتي تحديدا في حاجة ما وهنشوفها. وادينا شفنا اول تحرك من بوجبا ان هو راح لجأ للشرطه، وان هو بيقول ان هو بيبتزه تقريبا عايز منه 13 مليون يورو او حاجه زي كده. هنشوف التحقيقات، اخو بوجبا طلع قال لا ده هو بيضحك على الشرطه انا هطلع افضحه.
فخلينا يعني هنشوف الايام اللي جايه القضيه دي على هتمشي رأي لحد فين. الموروث القديم والمثل بتاع زمان الحلو بتاع المصريين، يقول لك قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، بكره هنقعد ونستنى ونشوف بس ايه ده اللي الدنيا بكره ممكن يبقى ب 13 مليون يورو. صح. عموما انا بصبح عليك وبشكرك جزيل الشكر يا ايمن على وجودك معانا كالعاده، بنسعد دايما بوجودك معانا في 10 الصبح في الاهلي، كل شكرا الشكر يا ليك، كريم، الشرف ليا. ربنا يخليك. طيب ده كان الاستاذ ايمن جلبرتو الصحفي والناقد الرياضي اللي خدناه كده ايه على غيار الريق، ده تلاقيه الراجل لسه حتى ما لحقش يفطر، بس الحقيقه دايما بيسعدنا وبيثري الحوار دايما بكلامه وبمعلوماته وباسترساله وبتدفقه، الحقيقه ايمن من الشخصيات الجميله جدا اللي دايما بينورنا في البرنامج.